هاد الدورة اللي جدول الأعمال ديالها كتقسم على ثلاثة الدورات. الدورة الأولى فيها المجال الدعم يعني المشاريع ديال إما المبادرة إما ديال الجمعيات، وفيها تحويل الاعتمادات زائد الدعم الجزافي ديال الجمعيات. أطوار ديال الدورة دازت في جو مسؤول، يعني كان تجاوب ديال جميع الفرق ديال المجلس، لا معارضة لا أغلبية، والحمد لله جميع النقاط دازوا بالإجماع إلى نقطة واحدة اللي فيها شوية ديال بأنه المعارضة شافت بأنه الصورة ما واضحاش بالنسبة للجمعيات تعاونية أغار سوملي ديال النقل المستخدمين. وبالنسبة لما تبقى في الدورة غيكون الجلسة ديال النهار الأربعاء المقبل ديال الميزانية ديال 2020، ونهار الجمعة النهار 11 أكتوبر غتكون مخصصة للأسئلة الكتابية المقدمة من طرف المعارضة. في الغالب بأنه الجامعة واخذ على عاتقها تنفيذ ما جاء في البرنامج ديال العمل، واللي غدير ليه دوره استثنائيه لان نقطه كاينه مقرر باش نتداولوا فيها. المعطيات مازال بانه الجامعه كتعمل باش توجد هذا التقرير ديال 2017-2019 اللي غيتعرض في اطار دوره استثنائيه في الغضون الشهر المقبل ان شاء الله. وكنتمناو بهذا التعاون والتجاوب ديال المجلس كامل باش نرميو التنميه ديال جامعه التعمير اللي خاص فيها الخصائص الهائل في جميع المجالات، لا التعليم لا الصحه لا البنيه التحتيه. مجموعه ديال الاتفاقيات اللي دارت مع الجمعيات سواء في قطاع ديال هذا ديال النقل المدرسي، كذلك كاين واحد الاتفاقيه اللي دارت مع التعاون الوطني باستغلال واحد الفضاء اللي هو متعدد النساء، اللي فعلا كنتمنوا هذه الخطوه وكنتمنوا انه فعلا يدخل في كما قال السيد المندوب يدخل في الجيل الجديد ديال هذه المؤسسات اللي فرزها المشروع القانون ديال 65-15. فعلا جا واحد رؤية جديدة لهذه المؤسسات ديال الرعاية الاجتماعية، نتمنوا ان النساء فعلا يستافدوا منه اكثر وتكون لان المنطقة فعلا محتاجة للمساعدة الاجتماعية، فيها العنف، فيها سواء من جهة النساء ومن جهة الاطفال، فعلا هذه المنطقة محتاجة لهذا النوع من هذا من المؤسسات. كذلك كاين العمل على بالنسبة للدعم ديال الجمعيات وتحسين الداخل فيما يخص مثلا الحلويات او كذا. طبعا كنتمنوا مسيره موفقه لهذا النسيج الجمعوي داخل الجماعه. وشكرا.